ليست صورا ترى ولا مشاهد تروى عن الحقبة الاستعمارية، بل استمرارية لبشاعة فرنسا الهمجية. التفجيرات النووية برجان في 13 فبراير 1957 أدخلت حينها المستعمر النادي النووي، وأدخلت أهل المنطقة دوامة ظلام لا ينتهي. أصبت في منطقة رجان في 1992 وين كلفت بحراسة الأنفاق التي كانت تستعملها فرنسا كمخابر للبلوتونيوم والأورانيوم. ذاك الوقت ما كنتش عارف أن الأمراض اللي كانت مرض هذاك الانتفاخات اللي كانت على مستوى الأطراف تاعي كانت لها علاقة بالإشعة النووية. حتى الأطباء ما قدروش يشخصوا الأمراض تاعنا. حتى تغطي عن حجم الوحشية وتمنحها صبغة السلمية، لونت فرنسا اليرابيع بالأزرق والأخضر والأبيض أمام المجتمع الدولي، وسمتها بالتجارب. لكن السواد الذي عم رجان والصحراء الجزائرية كان وسيبقى يرسم حجم الدمار الهائل للتفجيرات النووية. باحثين في التاريخ تعاونوا مع أهل الاختصاص في الهندسة النووية انطلاقا من المركز الموجود على مستوى العاصمة، أيضا لديهم باحثين، فكل لهذا العمل بجمع عدة معطيات تاريخية ومعطيات علمية. تكلم عليه أسطورة في التقرير تاعو، وجعلوا من الملفات الساخنة الثلاثة بين الجزائر وفرنسا، ولكن للأسف لم يقدم حلول هذا الأسطورة، وبالتالي فهذا هذا التقرير يعتبر لا حدث بين الجزائر. فعلى الجزائر علينا نحن أن نقدم ملفات علمية يعني جديرة بالدفاع عن الضحايا لنمكنهم من التعويض، ونمكن كذلك أو نفرض على فرنسا أنها يعني تقوم بتنظيف وتأهيل هذه المناطق الملوثة منذ 1960 إلى يومنا هذا. تفجيرات 13 فبراير برجان استخدم فيها 150 أسيرا جزائريا لمعرفة أثر الإشعاع النووي، وامتدت بعدها لتصل إلى 57 تفجيرا خلف أزيد من 40,000 ضحية، وترك إشعاعات سيمتد دمارها إلى ما يزيد عن 24,000 سنة.